رجعنا من جديد في فير بلاي نحكي وهوند توا اكيد متواصل مسلسل انتخابات جامعة كرة اليد بعد تدخل الاتحاد الدولي في مناسبة أولى البارح كان فصل جديد تقريبا قبول قائمة واحدة من قبل لجنة الانتخابات وهي قائمة رئيس الحالي للجامعة التونسية مراد المستيري مع عدم قبول لزوز قائمات الاخرين من بينهم قائمة السيد كريم الهلالي موجود معنا بالتليفون تقريبا ديسيزيون فاجأ برشا ناس من متابعين كرة اليد سي كريم اهلا بك مرحبا بك سلام ومرحبا بكل المستمعين نتاع اكسبريس اف ام شكرا على الاستضافة مرحبا بك سي كريم دونك هبطت البارح فيديو وانت علقت لكن خلينا ناخذ عندك اكثر تفاصيل تفاجأت شوية بالقرار والا كان منتظر والله شوف سليم الحقيقة تقبلنا القرار هذا بسياء كبير أنا شخصيا تقبلته بسياء كبير لأنه قرار ظالم وقرار ضد مصلحة كرة اليد قرار ما عنده حتى تأسيس قانوني وما يشرفش الناس اللي خذوه القرار هذا لأنه معناته مخالف القانون بصفة واضحة أنا كنت نعتقد كونه التركيبة متاع اللجنة هذه فيها قاضية وزوج قضاة معناتها مفروض يطبقوا القانون يكون انحيازهم للقانون يكون انحيازهم لروح القانون إذا فيه كان انحيازهم وولائهم للناس اللي جابوهم حطوهم في المكان هذاك راهم اليوم دخلاء على الرياضة ما عرفوش الرياضة جابوهم باش يقروا مصير اللعبة لفائدة طرف دون آخر معناتها عطاو ركبوا طرف على طرف آخر بدون أي وجه حق لأنه الموضوع سهل ياسر إسلام خلينا نفسر في دقيقة لحظة الأجيال هذية معناتها الجامعة التونسية لكرة اليد المكتب المتخلي هبطوا بلاغ يوم 7 فيفري يقولوا فيه اللي الجلسة العامة وتعرف البلاغ هذا كيفاش تخبى ومش لازم نرجع للتفاصيل هذيك نعرفوها الناس الكل حتى لا إعلام ولا مترشحين ولا وزارة ولا حتى قالوا آخر أجل يوم 19 فيفري البلاغة بات يوم 7 قالوا آخر أجل لتقديم ترشحات يوم 19 فيفري ولكن كي تجي تشوف الفصل 38 من القانون الأساسي بتاع الجامعة اللي هو أعلى نص اللي هو ملزم لجميع الأطراف شي يقول الفصل هذا يقول يغلق باب الترشحات 15 يوما قبل الجلسة العامة الانتخابية بدون اعتبار يوم انعقادها يغلق بصيغة الأمر باب الترشحات 15 يوم مش 14 يوم ولا 16 يوم 15 يوم دون من وقتاش تحسبوا نحيو يوم الجلسه العامه اللي هو يوم 7 مارس دونك نحسبوا من يوم 6 مارس عمليه حسابيه بسيطه ترجع 15 يوم تلقى روحك يوم 20 فيفري اخر اجل لقبول الترشحات هو يوم 20 فيفري وليس يوم 19 وهذا خطا جسيم قامت به الجامعه وتغاضت عليه اللجنه وفسرنا اولى وتعرف ما تنجمش انت اليوم كيف عندك يوم 19 اخر يوم 20 اخر يوم تقول يوم 19 ما عندكش الحق تنقص في اجل تقديم ترشحات هي موعد محدد بريسي بالقانون الاساسي ويوم 19 هذا يا سي اسلام يوافق يوم سبت يوم عطلة في الجامعة التونسية لكرة اليد معناتها اللي تخدم الاثنين الخميس وفما ما يؤيد اذا في الحاله هذه حسب القوانين العامه نتاع البلاد وحسب القوانين نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد اللي عندها هي قوانين فصل 193 من قوانين نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد زاد يقول اللي وقت اللي يصادف يوم الاجل يوم عطله نمشيو لاول يوم عمل الذي يلي هذا يوم العطله هذا اول يوم عمل هو يوم الاثنين 22 لانه يوم السبت كما قلت لك 20 هو يوم الاجل يوم الاحد 21 فيفن يوم عطلة أول يوم عمله يوم 22 وبالتالي يوم 22 يعتبر في الأجل وذلك آخر أجل لتقديم الترشحات هذه إسلام سنة أولى حقوق تحتاج قضاة سنة أولى حقوق يعرف الحكاية دي معناتها حكاية سهلة ما فيها حتى شيء معناتها مشي وقالوا ليه يوم 19 يوم 19 لم يجمش يكون يوم 19 القانون الأساسي حدد 15 يوم من موعد الجلسة العامة يجي يوم السبت 20 وليس يوم 19 وهذا خطأ وبالتالي اللي يترتب عليه كله باطل لأنه آخر أجل اللي اختارته الجامعة غلطت فيه أخطأت في تطبيق في 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 في, في تحديد موعد في احتساب الأجل وهذه مسألة الأجل مسألة نظام عام فيش يعني حتى إمكانية للتأويل كنت ننتظر كونه
السادة القضاة في شطيبة واللي معاه باش يطبقوا القانون باش يكونوا يحترموا معناتها مكانتهم. فما رانا اللي تفاجأت اللي معناتها خرجوا قرار غير معلل غير مؤسس من الناحية القانونية في حتى تأسيس وغالط معناتها تماما وما احترموش حتى روح القانون. لأن احنا اليوم على إسلام مانيش في مادة جزائية مانيش في محكمة حق عام, نحن في قانون رياضي في الرياضة. في الرياضة القانون الرياضي راه يقبل التأويل في كل الاتجاهات. شنو الروح نتاع القانون الرياضي والمغزى نتاعه والهدف نتاعه؟ هو ضمان التنافس النزيه ما بين الناس, ما بين اللاعبين, ما بين القائمة, ما بين المترشحين, ما بين كل يعني المتدخلين في الوسط الرياضي. إذا كانت اليوم تقصي قائمة باش تخلي قائمة واحدة تاع أصدقائك سي رئيس اللجنة دي سي شتيبة باش يخلي معناتها صحابه. باهي جيتني السؤال اللي بعده سي كريم, قلت لي أصدقائه, أنت في قراءتك الشخصية فما سوء نية وإلا اجتهاد غلط؟ طبعا فما سوء نية, فما سوء نية واضح حتى ما تنجمش اجتهاد لأنه الفتنا انتباهه ما فيهوش اجتهاد. أجل ما فيهش اجتهاد 15 يوم يجيو يوم 20 مش يوم 19 فيش مش الشهادة يا إسلام. فما يش اجتهاد, فما يوم 19 غالط في آخر أجل يكون يوم 20. ما تنجمش بلاغ تصدر جامعة يكون معارض لقانون أساسي نتاع الجامعة, غير ممكن غير ممكن غير قانوني معناتها ما فيه اجتهاد. ما واضح كونه معناتها انحياز تام للناس اللي جابوه وهذا يوصفني انا. ما عارفش كان السي شتيبة قدم مليح البارح ولا لا, فهمتني؟ اما على كل حال خيبه ظن كبيره لانه هذا كما قلت قانون رياضي كنت متوسم كونه باش يطبق القانون. احنا طلبنا منه معناتها مزيه ولا طلبنا منه حتى شيء, حقنا واضح بالقانون. اليوم المكتب الجامعي والمنظومه هذه اللي موجوده اللي عملت كل شيء باش تمشي وحدها في الانتخابات هذه بقائمه واحده, وما نعرفش علاش معناتها الهروب من الانديه ومواجهه الانديه الا اللي كونهم يعرفوا كونهم ما باش يفوزوا بالانتخابات هذه بالصندوق. دونك قرروا باش يقصيوا, احنا ماشي باش نسكتوا باش نعاودوا نرجعوا للاتحاد الدولي ونعاودوا نشكيوا وندافعوا على حقنا الى اخر رمق, نعاودوا ندوروا القضيه هذه ونعاودوا نشكيوا للناس ونوريوا فضائح نتاع التجاوزات القانونيه اللي قاعده تصير في الجامعه هذه منذ اشهر ومنذ سنوات. في الحقيقه اصبحت ما عادش جامعه رياضيه, اصبحت محكمه ناحيه زاده غير محترمه للقانون. معناتها حتى المحكمه معناتها تطبق القانون, هذه محكمه لا تطبق القانون, تتعامل بالمكيالين مع الانديه مع الناس الكل مع الجمعيات مع المسؤولين السابقين. شفتوا سمعتوا الكلام اللي توجه وتهجم على المسؤولين. الحقيقه مشهد غير مقرف جدا وانحطاط كبير خلطنا له. كان من الممكن الحل الوحيد للخروج من الازمه هذه اسلام هو انتخابات. ما نجموش نقصيو الناس, ما نجموش نقصيو رموز كرة اليد. البارح ياسين بودينا اليوم كريم جلالي بن يوسف القرطبي ومهدي خويز والناس الكل نقصيهم ونقعد وحدنا في الساحه. هذا منطق مرفوض في الرياضه وفي السياسه وفي اي مجال من مجالات الحياه. مش مقبول كونك تقصي الناس. نحن طالبنا بانتخابات, لم نطلب باكثر من هذا. طلبنا وسمعتوني اسلام في عديد التصريحات قلت يا ولادي هيجا نحتكموا للصندوق, يا سي مراد رانا وخيال, يا سي مراد تربح انا اول واحد نعاونك. اما اليوم الشرخ كبير والمشاكل كبيره في عائله كوبليات وباش نوحدوا للناس هذوما لازم يمشيوا للانتخابات والفايز يهني المنهزم والمنهزم يدعم الفايز والناس الكل نمشيوا باش نحاولوا نخرجوا من الكريز الكبيره اللي فيها كره اليد التونسيه اليوم. هذا هو اليوم اللي نقصيك ما نعطيكش معناتها فرصه باش تدافع وباش تمثل. ترى احنا نمثلوا ناس ورانا انديه تدعمنا ورانا كذا, علاش تقصي فينا؟ علاش؟ نحب نعرف علاش, فهمني؟ علاش؟ اذا كان انت واثق وانت تعرف وخدمت وعندك 7 سنين في الجامعه ودوالي بالجامعه الكلها في يدك وكذا ومتاكد من خدمتك وخدمت وعملت الباهي, موجه خلينا نتكلموا على برامج. لتو ما تقولنيش كلمه على برامج صحيح. ما تكلمنا على البرامج لكن في تطوير كوكات, ما تكلموش على 7 سنوات اللي نتاعهم اللي في التسيير شنو البيلون نتاعهم, ما تحاسبوش. معناتها هز الجامعه وخذ الانتخابات. هذا ايش قاعد صاير في البيت وسط صمت رهيب من الناس الكل من الجهات الكل الجهات المسؤوله الرياضيه معناتها الناس كل ساكته. هذه هي تونس اليوم اللي يحبوا يبيعوا هنا ويصوروا فيها معناتها بلاد اصبح فيها الحق يغتصب, اصبح فيها الباطل يولي حق والاكحل يولي ابيض والابيض يولي اكحل بجره قلم. يا تكون في منظومه معينه
والا نقصيكم بعده. بون اليوم كريم بلال نجم يبعد على كره اليد، ما عندي حتى انا شخصيا على المستوى الشخصي اسلام ما عندي حتى تمسك ديال المسؤوليه، لان في مسؤوليه كبيره ياسر وجسيمه وتتطلب جهد كبير ياسر، معناتها جامعه مفلسه تماما، اكثر من 2 مليار دويت على الرياضه، تم تدميرها في جميع معناتها مكونات اداره فنيه تحكيم منتخبات نخب كل شيء، معناتها تم تدميره، معناتها مسؤوليه كبيره. ومع ذلك قلنا واجبنا كابناء كره اليد باش نحاولوا نصلحوا اللي 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 معناتها فسدوا ونعاودوا نرجعوا القطار للسكن، لكن الناس هذوما ما 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 ما, ما رافضين كل شيء، وكانهم مخبين حاجات في الجامعه ما يحبوا حتى حد يكتشفها، معناتها كل الطرق مسموح بها باش يقعدوا يواصلوا في دونك احنا اليوم قررنا باش نواصلوا ندافعوا على على حظوظنا لاخر لحظه، باش نمشيوا لجنه الاستئناف هذيا، اللي لجنه الاستئناف هذيا اسلام راه رئيسها لعلمك مترشح في قائمه معاذ بن زيد، واللجنه هذه ما عندها حتى شيء من الاستقلاليه، ومع ذلك باش نمشيوا قدامها باش نحملوهم مسؤوليه التاريخ، ومانيش ننتظروا منهم قرار لانه نعرفوا مسبقا قراراتهم السابقه الكل كيفاش اتخذت وشكون وحتى حرر القرارات هذي. اجرائيا سي كريم ما تنجموش تمشيو للاتحاد الدولي تو لازم تعدوا بالاستئناف. لا 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 باش نمشيو للاستئناف باش نمشيو للاتحاد الدولي، زاد الاتحاد الدولي معناتها ديجا بدينا احنا في اتصالات مع المسؤولين الكبار تاع اللعبه في العالم، ومانيش باش نسكتوا معناتها والناس مستاء، لانه رساله الاتحاد الدولي اللي بعثها وحطت فيها الانتخابات وحط فيها خارج الطريق للانتخابات هذيا الجوهر نتاعها هو اجراء انتخابات. انا رئيس الاتحاد الافريقي وقت اللي جيت لتونس وتحدثنا مطولا على كيفيه تجاوز ازمه، كان مقتنع تماما اللي يلزم تصير انتخابات، وذاك المتعدى انتخابات زادة متعدى تكون عندها تمثيل، مش انتخابات تاع قائمه وتعدى يشاركوا فيها 20 ولا 25 نادي والبقيه يحطوا اوراق بيض ولا ما يجيوش اصلا للجلسه العامه، هذا باش يزيد يعمق الازمه وباش يزيد الانقسامات بجديد، وماش باش تخرج كره اليد هي تخرج خاسره من الشيء اللي صار. هذاك علاش انا نقول اليوم معناتها وقت اللي القانونيين هذوما معناتها يسيطروا على مفاصل اللعبه هذيا هذيا وين نوصلوا الحقيقه، كل شيء ولا معناتها بفصول وبتعليلات ومعناتها قانونيه ركيكه جدا وبمعناتها اساليب ملتويه واقصاء وفصول في القانون الاساسي معناتها تشتم منها رائحه الاستهداف الشخصي لناس بعينها، هذا كل ما يخليش الرياضه تقدم. ونقول مره اخرى وين السلطه الرياضيه في البلاد؟ وين المسؤولين؟ وين الناس الكبار؟ فهمني وين العقلاء؟ فهمني كل الرياضات تقريبا ولات تنتهش في النهج هذايا. كره اليد اللي كنا ديما نعتبروها عائله وكنا الناس معناتها متماسكين، وحتى كي نختلفوا بين اربع حيوط وعمرنا ما نطيحوا كثر بعضنا، اللي مولينا نسبوا رموز الرياضه هذيا ونهينوهم ونعطوهم بشتى النعود في الفيسبوك وفي الاذاعات، وسمعتوا الشيء هذايا معناتها مش لازم باش نرجع، معناتها مستوى الحقيقه هبط برشا. اليوم كما قلت باش ندافعوا، الانديه تتحمل مسؤوليه في هذا كبيره، معناتها زاد الحقيقه اذا ما تحمل مسؤولية، لانه كل ما تعمل باسم الانديه ولو انه الانديه معناتها ما شاركتش معناتها وما شاركوهاش وغيبوها وغلطوها، ولكن تعمل باسمها في نهايه الامر لازم تحمل زاد المسؤوليه في اللي صار، وترفض هي بيدا كونه معناتها نقصيه ناس من عائلة كره اليد، وتفرض انتخابات معناتها متعده وليكن الفوز الاجدر. انا اسلام نسال علاش الهروب من صندوق الانتخاب؟ علاش؟ بديتوا في الاجراءات سي كريم، بديت تحضر في الشكايه نتاعك؟ طبعا 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 كينا، وان شاء الله في اليومين القادمين باش يكون معناتها الطعون موجوده في الجهات الكل واتصلنا، وهناك استياء كبير من اللي قاعد صاير حتى في مستوى الهيكل الدوليه في اعلى مستوى، استياء كبير من اللي صاير في تونس، ما فماش كبير، ما فماش سلطه ترد، يعني اكهو واعمل وكهو، وكل واحد متحامي بشخص وكل واحد متحامي بشخصيه، وانتخابات اللجنه الاولمبيه في مخاخ الناس الكل، وهذا هو اللي قاعد صاير في نهايه الامر. الحقيقه عيب كبير، عيب كبير وكهو ليش نقول عيب كبير اللي وصلنا رواحنا للشيء هذايا، معناتها وصلونا ليه المكتب الجامعي هذا والمستشار القانوني الجهبذ هذايا بتاع الجامعه اللي معناتها تبليت به كره اليد التونسيه.
واضح، هذيك صحة. شكرا لك سي كريم على كل هذه التوضيحات اللي مديتنا بها بخصوص اللي صار في انتخابات جامعة كرة اليد وأقصى القائمة متاع قائمة كريم الهلالي في الانتخابات. على كل أي واحد يحب يوضح واللي يحب حق رد من سواء من لجنة الانتخابات وإلا من الجامعة التونسية مرحبا به، المجال مفتوح للتوضيح. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا أنيس الجويني في الإخراج، أيضا شكرا ناصر الساكر وقبل تقوى المديوني في الإخراج الرقمي كان معنا في جزءنا الأول اليوم، وثنائي السي اس اس محمد علي الجويني وكذلك محمد بن علي كانوا يتحدثوا على تتويج السي اس اس بكأس تونس وبالإضافة لعديد المواضيع الأخرى اللي طرحناهم مع ضيوفنا اليوم. هكا نكملوا حصتنا اليوم، نتقابلوا غدوة في موعد جديد مع انطلاق البرمجة الصيفية في إكسبريس أف إم إن شاء الله يوم 1 جويلية بالطبيعة على الخميس. أول حصة باش تغير الموعد نتاعنا من 3 حتى 5 متاع العشية تقريبا بصفة يومية من الاثنين للجمعة، باش نرافقكم أنا إسلام مد بكل يوم إن شاء الله. على كل خليكم مع بقية برامجنا، أجمل تحيات إسلام المد.